طبعا عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا عبر الهاتف المهندس سميح عبد السميع وكيل وزاره الزراعه بمحافظه دمياط. يا باشمهندس صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل عليكم وعلى اهلنا المزارعين وكل عام وانتم بخير بمناسبه موسم حصاد وتوريد الذهب الاصفر من القمح. يا اهلا بيك. في البدايه عشان نوصل لانه ان احنا نصل في النهايه الى ان احنا نتخطى ال 101% من المستهدف عملنا ايه؟ هو احنا الحمد لله لحد امس وصلنا ل 104% ما شاء الله. وفي البدايه احنا طبعا تنفيذا لتعليمات معالي الوزير ومعالي المحافظ تمت المتابعه والاستعدادات من قبل موسم الزراعه المحصول القمح، حيث تم توفير التقاوي العاليه الانتاج والجوده المعتمده من الاداره المركزيه للتقاوي. بعد كده وفرنا الاسمده بالقدر الكافي لاهالينا المزارعين. بتزرعوا نوع ايه في دمياط يا فندم؟ احنا بنزرع الصنف طبقا للسياسه الصنفيه جيزه 171 وسخه 95 وسيتس 14 ومصر 3، وديت اصناف عاليه الجوده والانتاج ومقاومه للامراض. ودي كان السبب الرئيسي ان احنا زدنا في الانتاج وبالتالي زاد التوريد وخدم على التوريد في النهايه بالصوره اللي احنا تخطينا بها المستهدف ووصلنا النسبه النهارده لحد امس 104%. طيب يا فندم، عدد المساحات المنزرعه بمحصول القمح في نواحي محافظه دمياط وصلت لقد ايه هذا الموسم؟ احنا طبعا تم تدقيق المساحات ديت كانت قبل الزراعه بالتنسيق مع لجنه المتابعه في المحافظه، ووصلت المساحه المنزرعه ل 31,002 فدان بزياده عن الموسم السابق بما يقارب 1000 فدان. وبالتالي زادت الانتاجيه هذا العام وزاد التوريد. طبعا احنا عملنا فيه زراعات على مصاطب كانت المساحه 1689 فدان. يعني نسبه قد ايه كده من المساحه المزروعه كلها اللي هي الزراعه مصاطب؟ ده كانت مزرعه على مصاطب 1689 فدان، وكان عندنا 94 حقل ارشادي على مستوى المحافظه بالتنسيق مع اللجنه العلميه للنهوض بمحصول القمح. طبعا احنا كان عندنا المساحه المنزرعه 31,000 فدان واثنين. الحمد لله احنا كل يوم فيه زياده في التوريد طبعا لزياده الانتاج للاسباب اللي احنا قلناها اللي هي توفير التقاوي الاسمده والمتابعه المستمره مع اهلنا المزارعين من قبل الزراعه وحتى موسم الحصاد ومستمرين لحد الان. احنا وصلنا امبارح لحد تخطينا المستهدف بنسبه 104%. طب ده عظيم جدا. احنا عايزين بس نزود كمان المساحه المزروعه بالمصاطب، لان احنا حضرتك قلت ان هو 1689 فدان بس بالمصاطب، وانتم زارعين الاجمالي المساحات المزروعه من القمح في المحافظه 31,000. احنا الحمد لله في زياده على طول، ده كانتش المساحه دي موجوده قبل كده. الحمد لله السنه اللي فاتت الموسم اللي فات دوت زاد، وان شاء الله احنا في زياده على طول باذن الله، لان احنا بنشجع طبعا النظم الحديثه للزراعه خاصه لتشييد. طب نوضح للناس، طيب الزراعه بالمصاطب بتفرق في ايه؟ بتزود الانتاج طبعا وبترشد في استهلاك الميه، ودي ظهرت اثارها عندنا السنه دي الحمد لله في المساحات، حيث ان في مساحات كانت الانتاجيه فيها كانت منزرعه على مصاطب وصلت 27 و28 اردب للفدان. فده طبعا زياده في الانتاجيه عن الزراعه العاديه يعني. فالحمد لله دي ظهرت اثارها عندنا السنه دي، والمزارعين لما شافوا المساحه المنزرعه بالمصاطب جابت انتاجيه عاليه. ان شاء الله في الموسم القادم هيكون في نسبه اعلى من كده بكتير ان شاء الله، ومستمرين دي طبعا بالتوصيات والارشادات وعمل المدارس الحقليه مع اهلنا المزارعين، ودايما في تواصل معاهم للوصول للانتاجيات الاعلى ونسب التوريد اللي احنا شفناها النهارده الحمد لله. طيب يا فندم، يعني زي ما كنا بنسمع عن المحفزات والتيسيرات للفلاحين، يعني بجانب فكره رفع سعر توريد القمح وايضا فكره توفير التقاوي، ايه كمان التيسيرات والتحفيزات اللي بتقدم للمزارعين؟ احنا طبعا عملنا برضك اللي هي الحقول الارشاديه على مستوى المحافظه كان عددها 94 حقل، كنا بتقدم فيها طبعا اللي هي التقاوي المعتمده بالمجان لاهالينا المزارعين دي تحفيزا برضه لهم في بدايه موسم التوريد، بجانب اللي هي زياده السعر اللي تم السنه دي ان شاء الله. وطبعا كانت الاسمده متوفره على طول المدعمه لاهالينا المزارعين، لا يكونش لان هو فريسه للتجار، فالحمد لله احنا كنا متواجدين على طول علشان نوفر لهم التقاوي والاسمده بالمدعمه والمعتمده من الوزاره.
هي طيب نيجي بقى لنقطه مهمه جدا وهي الزراعه التعاقديه. هل ده كان موجود عندكم في دمياط وتفاعل المزارعين مع الزراعه التعاقديه؟ هم الحمد لله احنا شغالين دلوقتي على الزراعات التعاقديه خاصه في اللي هو فول الصويا وعباد الشمس والذره الصفراء والذره البيضاء. وطبعا احنا عاملين على مستوى الجمعيات الزراعيه في ندوات وفي ارشادات وطبعا في حمله اعلاميه كبيره على مستوى المحافظه لتوعيه اهلنا المزارعين بالزراعات التعاقديه، خاصه ان المزارع هيخلص محصوله ما هوش هيحمل هم التسويق ولا حاجه. والحمد لله الدوله قامت بتنفيذ اللي هي سياسه الزراعات التعاقديه من السنه اللي فاتت بتعليمات العالي الوزير، واحنا الحمد لله مستمرين وبنتابع باستمرار علشان نطبقها. وكان برضه القمح داخل في الزراعات التعاقديه والقطن الحمد لله برضك احنا برضك في السعر ضمان ب 5500 ودوت ان شاء الله. طبعا في اعمال بتاع اللي هو المنظومه وان شاء الله بيتم الزياده على طول باستمرار لاهالينا المزارعين ولخدمه اهالينا المزارعين. طيب يا فندم عشان نوضح برضه للساده المزارعين، هل في وقت محدد للتوريد ولا حسب ما بيتم التوقف والانتهاء يعني حسب المزارعين؟ هو احنا معنا التوريد المستمر لحد نهايه شهر اغسطس ان شاء الله. وطبعا في تنسيق كامل بيننا وبين مديريه التموين والبنك الزراعي للتيسير على اهلنا المزارعين، وفي مرور يومي مننا على موسم التوريد وفي الشون وجميع الشون طبعا متواجدين بها للتيسير وتزيل اي مشكله او اي معوقات لاهلنا المزارعين حتى يتم التوريد لنهايه الموسم ان شاء الله. وان شاء الله في تزايد مستمر وهيبقى في اعلى واعلى كمان في اللي هي النسبه اللي تخطي المستهدف ان شاء الله. طيب ايه هي اجراءات التوريد وايه مثلا المعوقات اللي لقيتوها؟ مثلا هل كان في حد من المزارعين رايح يورد القمح بتاعه فقابلته مشكله؟ ازاي تدخلتوا لحلها؟ هو بس كان في بعض شؤون البنك الزراعي طبعا الساعه التخزينيه بتاعتها بتبقى محدوده في بدايه الموسم اللي هي 2560 طن مثلا، فطبعا احنا نسبه التوريد عندنا الموسم عاليه فكانت الشونه بتتملى. فطبعا بالتنسيق مع مديريه التموين والبنك الزراعي تم الاخلاء ونقل الكميات الموجوده لاستقبال كميات جديده من اهلنا المزارعين. ديت كانت المشكله الوحيده اللي كانت قابلت اهلنا المزارعين، لان طبعا بيروحوا الشونه يلتقى خلاص اتملت فبتتقفل. فاحنا طبعا علشان ما فيش حاجه ان العجله تستمر والموضوع يستمر وما يتعطلش ويسرع لاهلنا المزارعين، تم اخلاء الشون ديت ونقل الكميات اللي فيها واستقبال كميات جديده. ده عظيم جدا يا فندم. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، مهندس سميح عبد السميع وكيل وزاره الزراعه بمحافظه دمياط، شكرا جزيلا ليك يا فندم.